رشدي انت بتعمل ايه هنا في اوضتي؟ امتثال، انت جيتي الحقيني بالدواء. دواء ايه وانت قالب الاوضه كده ليه؟ اعمل ايه يا امتثال، انا تعبان تعبان والدواء خلص مني، ولما انت اتاخرتي عليا قلت اجي ادور عليه هنا. لا يا شيخ، ما هو الدواء قدامك اهو على الكومودين. طيب أرجوك يا امتثال تلحقيني بكوباية مية. حاضر. فتح افندي انت هنا؟ أنسة ليلى انت فين؟ كنت براجع الدوسيات ولما زهقت لفيت شويه في الجنين. امال فين امتثال هاني؟ مشغوله مع رشدي بيه فوق. فرصه، اصل انا عاوز اقعد معاك لوحدنا كده. خير، في حاجه؟ لا ابدا، شوية ملحوظات هاخد رأيك فيهم. اتفضل. راح فين ده؟ يا رشدي يا رشدي، انت مش كنت في اوضتي دلوقتي؟ ايه اللي جابك هنا؟ اصلي حسيت انه هيغمى علي فقلت اجي هنا. هاتي المية يا امتثال. اتفضل. تشكر يا امتثال. خلاص خدت الدواء؟ الله، تعرف ان اوضتك حلوه قوي يا استاذ فتحي؟ مش بقولك، وبكره لما تعرفيها هتحبيها اكتر. اكتر من كده؟ امال. تعرفي يا ليلى، لما لمسات ايديك الجميله دي تتحط في الاوضه دي اكيد اكيد هتبقى جنه. انت بتبالغ قوي يا استاذ فتحي. اقول لك كده يا سعاده البيه بقى خدها وراح بيها مكتبه، شايفهم بعيني دول وهو بيسحبها. وانتي كنتي فين ساعتها؟ كنت واقفه في المطبخ بعمل لهم القهوه، ولما لقيتهم خارجين سوا رحت حتى القهوه على الترابيزه وفضلت اتسحب 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 وراهم لغايه باب سكنه. بقى كده اللي بيحصل ده عيب قوي يا مبروكه.
ايوه يا سعاده البي، عيب قوي قوي قوي، ولازم نوقفهم عند حدهم. هيحصل. واحنا كمان يا سعاده البي مستعدين كلنا نشهد عليه، انا وعطوه كمان. كل شيء باوانه يا مبروكه، المهم بس انك تنفذي كل اللي هقولك عليه. يا خراشي، ده انا تحت امرك يا سعاده البي. طيب دلوقتي تروحي تجيبي لي فتحه فندي وما ترجعيش الا بيه. من عينيا الاتنين هوا. فتحة فندي، عايز ايه يا مبروك؟ رشدي بيه عاوز حضرتك فوق. طيب روح، انا جاي دلوقتي. لا لا مؤاخذه ما اقدرش، قال لي ما ترجعيش الا معاكي فتحة فندي. طيب طيب روح انت، انا جاي وراك اهو. حاضر. انا اسف. صباح الخير يا عطو. صباح الفل يا سعاده البيه. فتح فندي منتظر حضرتك. كده طب اديله خبر ان انا وصلت. من عينيا بيه، ده القصر كله هينور. الله يخليك. يا اهلا وسهلا، اتفضل عند البوابه بس لغايه ما افتح لسيادتك. اتفضل يا سعاده البيه. لا مؤاخذه، اصل احنا بنعمل كده عشان رشدي بيه ما يخرجش. احتياط. ما هو الاحتياط واجب برضو. ايوه. ثانية واحدة بس، الواحد يقفل يا بيه. عن اذن سيادتك اما اروح اعدي فتحة فندي خبر. انا عايز ادي لحضرتك فكرة عن حالة رشدي بيه. هو الحقيقة عنده فقدان للذاكرة. احيانا بيبقى عارف اللي هو بيكلم مين، واحيانا يبقى مش عارف هو بيكلم مين. عشان كده كل التعاملات اللي بينه وبين الناس بتتم عن طريق الاستاذ حلم المحامي. يعني افهم من كده ان حضرتك تبقى وكيل رشدي بيه. عندي توكيل عام ومسجل، والاستاذ حلمي عارف ده كويس قوي. ايوه ايوه مظبوط، الاستاذ حلمي قال الكلام ده. حضرتك عينت الارض؟ لا لسه. الحقيقة كنت عاوز اخد فكرة الاول عن السعر. انا شايف ان كان لازم حضرتك الاول تعين الارض، اكيد حكاية السعر دي مش هنختلف عليها. مظبوط مظبوط. سؤال تاني وحياتك، يعني انت عارف ان اللي بيشتري بيكون دقيق حبتين. اتفضل. الهانم يا ترى لها دخل في الموضوع ده؟ اقصد موضوع الارض. لا لا لا، الحقيقة الهانم ملهاش أي دخل في الموضوع ده بالذات. يعني التصرف هيكون بيني وبينك بس؟ هيكون بيني وبين حضرتك والأستاذ حلم بس. طب يا أستاذ فتحي، أنا هعاين الأرض وهرد عليك. أرجوك أرجوك تعينها بسرعة وترد عليا إذا عجبتك قبل ما تصرف فيها. لا إن شاء الله هيكون بسرعة، مش هتأخر. سعادة البيه. عطوة. أيوة يا سعادة البيه، أنا مستنيك من الصبح. البيه سايب لسيادتك الظرف ده، بيقول لك الأوراق تمام وكل البيانات اللي فيه هتعجبك قوي. وهوش عرفوا إن أنا هنا. ما تخافش يا سعادة البيه، السر كبير. يعني ربنا يظهر الحق وربنا على الظالم. طب يا عطوة، إحنا متشكرين قوي، إحنا اعتمدنا على الله وعليك كبير قوي. وأنا قدها وقدود يا سعادة البيه. روح انت دلوقتي، احسن حد ياخد باله. تحتك البوابة. اتفضل يا سعادة. طيب السلام عليكم. وعليكم يا سعادة البيه.
أما عليك حتة مخ يا مبروكة. البركة في مخ سعادة البي يا استليلة، هو اللي راح مفكر على طول. لكن أنا برضو واخدة على خطري منك يا استليلة. إيه اللي وديكي عنده قطه؟ هي إيه؟ مسيرك هتعرف يا مبروك. أنا قلبي حاسس برضو إن الجو فيه حاجة غريبة. مبروك، تصبح على خير. إيه وانتي من أهله يا استليلة؟ خلاص يا زيزي، اللي يريحك. هنهرب الليلة بس بعد ما يناموا. لسه هنستنى لحد بالليل؟ ما احنا لازم نستنى لغاية ما يناموا. وانا اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اللي تعمليه دلوقتي انك تروحي توضبي الشنط بتاعتك وتلمي كل الاوراق. اوعي تنسي حاجة. وانت هتعمل ايه؟ انا ورايا شوية حاجات لازم اعملها. انا لازم اعرف انت هتعمل ايه بالظبط. عطوة، انت ناسي ان عطوة قاعد على البوابة زي القرد، لازم نتخلص منه عشان نهرب سوا. يكون في علمك يا فتحي، لو اتأخرت عليا دقيقة واحدة هتصرف لوحدي. ما تخافيش، مش هتأخر عليك. عطوة، بقولك ايه، بلاش ترياقة. أنا قلبي حاسس إن في حاجات بتحصل في السر. لا يا شيخ، حاجات بتحصل في السر؟ اكملني. يعني سي فتحي أفندي صاحي من بدري، هو وست امتصال هانم. صاحي من بدري؟ اسم الله عليك. وليه ما تقولش إنهم سهرانين طول الليل وما ناموش لغاية دلوقتي؟ أنت مش شايف عينيهم حمرا زي كاسات الدم؟ أنا بحسب يعني كنت بتصنط عليهم زي عوايدك. ولا يكون سي فتحي أفندي قبلك المرة دي صدفة. انت متاكده انك بتطلبي النمره صح؟ طبعا متاكده. هو انا هنسى نمره بيتنا؟ امال ما بيردش ليه؟ مش عارفه، الجرس بيضرب ومحدش بيرد. اكيد خرج من الصبح بدري عشان يتصرف في الاوراق اللي بعتناها له. بس ده ما رجعش لحد دلوقتي. على العموم اهي كل دقيقه بنكسبها في صالحنا. بس لازم نتصل بيه او نقابله، لازم نفهمه باللي حصل. ايوه، انا شخصيا ما اقدرش اخرج، انا لازم اقعد في القصر وعناية عليهم اراقبهم في كل دقيقه. يبقى مفيش حل غير ان انا اخرج بنفسي ادور عليه. لا، انا متهيالي انك تداومي الاتصال بيه كل شويه لحد ما تعطري عليه. احاول مره تانية. عطوة فتح افندي، وضب نفسك واقفل الكشك وتعالى حصلنا على الجراج. حصلك على الجراج ليه؟ خير كفى الله الشر. شر ايه يا بني ادم؟ هنروح مشوار سوا. هننزل السوق يعني؟ سوق ايه؟ هاخدك معايا علشان تروح مصنع الطوب. عامل ايه في مصنع الطوب؟ المصنع بتاعنا يا بني ادم، عشان تحرس المصنع هناك بدل الغفير. والغفير هنجرات له حاجه؟ الغفير عيان الليله. يلا معايا. حاضر. طب انا ادخل بس اغير هدومي واحصل حضرتك على الجراج. طيب. الله، فين الاوراق؟ اوراق ايه؟ الاوراق بتاعه جوازي من رشدي، والباسبور والصور. ايه ده؟ الاوراق والباسبور وكل الحاجات دي عندك؟ لا مش عندي، ما لقيتهاش وانا بحضر الشنط، ما لقيتش ولا حاجه، ما لقيتهمش خالص. انت بتتكلمي جد؟ طبعا. امال بهزر؟ هو فيه هزار في الكلام ده؟ انت خدتهم؟ مش معقول. فكري كده، يمكن في حد دخل اوضتك. لا، ما حدش دخل اوضتي غير رشدي، كان بيدور على الدواء.
غريبة. أيوة ده كانت ساعتها الأوضة مقلوبة خالص. بقى أكيد هو، مفيش حد غير هو اللي خدها، لأنه بعدها ندهلي وقعد يتكلم معايا كلام غريب ملوش أي معنى. الله إيه؟ رايح فين؟ ليلى، ليلى ملا. تكلمي مع مين؟ أنا كنت بحاول أتصل بالمكتب أسأل عن حاجة، حتى نمرة ما بتردش. ليه؟ أمال أنا رحت فين؟ ما أنا دورت عليك ما لقيتكش. طيب إيه رأيك تيجي معايا في المكتب عشان أديك الحاجة اللي بتدوري عليها؟ بس مش دلوقتي، أصل الأستاذ رشدي سأل عليا مبروكة، هشوفه عايز إيه واجي حالا. مبروكة يا مبروكة. ألو، الأستاذ حلمي المحامي؟ أيوة يا أستاذ فتحي، المشتري كان عندي وقال لي إنه قابلك وسافر بني سويف عشان يعاين الأرض على الطبيعة، أول ما يوصل حديك خبر. لا لا، فلوسه جاهزة وحنسجل فورا إن شاء الله. حاضر حاضر، مع السلامة. مبروكة مبروكة. يوم مبروك. اسمعي مبروكة، أنا لازم أخرج حالا دلوقتي. ليه استلالة كفل الشر؟ التليفون مفهوش حرارة وعاوز أخرج. وماله، أخرج يا ست الكل. بس أنا خايفة لو فتح فندي شافني مش هقدر أخرج. يبقى لازم بقى تخرجي دلوقتي قبل ما يرجع هو من عند امتسال هانم. طب يلا يا مبروكة. وليه ما حدش بلغني بالكلام ده من الصبح؟ هو احنا عرفنا نلاقيك طول النهار وانا بتصل بالتليفون والجرس يضرب وما حدش بيرد، وفي الاخر انقطعت الحرارة. انا برضو قلت كده، ليه كان بيطلع فوق كتير؟ انا دايما كنت اسأل نفسي يا ترى فين ابتسال الحقيقية؟ ماتت؟ كنا عرفنا. اتقتلت؟ ما اعتقدش، لان ده مش اسلوب فتحي. الا اذا ايه يا بابا؟ الا اذا كان تحت ظروف قهريه، يعني مضطر. تفتكر يا بابا هيعمل ايه لما يلاقي امتثال الحقيقيه قدام امتثال المزيفه؟ هي دي بقى الظروف القهريه. تقصد ايه؟ القتل دي الوسيله الوحيده اللي يخرج بيها من المأزق اللي هو فيه. تفتكر هيقتل امتثال الحقيقيه؟ ايوه، ساعتها هيحس انه في مأزق. يبقى هيرتكب جريمتين الليله دي. ليه؟ حصل حاجه تانية؟ ايوه، الليله دي لازم تديله الدواء مضاعف، اوعي تنسي. ما تخافش عليا، انا مش هسيبه الا لما ياخده كله. ما تنسيش، اي غلطه منك ممكن تودينا في داهيه. هي دي أول مرة أديله فيها الدواء؟ معلش المرة دي، علشان نخلص عليها على طول. أنت ناوي تعملها؟ طبعا. أنت ناسي أنه معاها أوراق ومستندات ممكن تدخلنا السجن. وجهزت كل حاجة؟ كل حاجة جاهزة، العربية في الجراج وفيها الشنط، البوابة هتكون مفتوحة، نخلص عليه ونطير على برا. يا سلام، أول مرة أحس إن الكابوس هيتزحمن على قلبي.
معلش يا سيدي، خلاص هنرتاح احنا الاثنين. يلا عندك. الخطة فشلت يا فتح فندي. وانت دخلك ايه في الموضوع ده؟ انا محامي رشدي بيه فريد. الاستاذ عبد المنعم فكري المحامي، جاركم وصاحب الفيلا اللي جنبكم. انت اللي كنت عايز تشتري العزبة. انا كنت حاسس ان وراك سر خطير. الاستاذ رشدي فين؟ وانتي بقى تطلعي مين؟ انا ليلى، ليلى عبد المنعم فكري. بنته؟ ايوه بنته. لا دي اهانه، دي فوضى، انا ما اسمحلكش بكده ابدا. من حقك ما تسمحليش، وانا من حقي اتهمك يا مدام زيزي. زيزي؟ مش كده ولا لا فتحي فندي؟ فتحي، استاذ فتحي، دي تطلع مين؟ انتي طبعا، ما اعتقدش انك تقدري تنكري بعد كده.
لان امتثال مراتي اهي. لا لا، انا ما قتلتش حد. هو اللي قتل رشدي. هو خسي يا فتح، ليه كدبت عليا؟ ليه قلت لي ان ابتسام ماتت؟ انا ما عملتش حاجه علشان تعملوا الهيصه دي كلها. تعالي يا ابتسام قربي، تعالي. لا لا، في ناس كتير. انت خايفة؟ ايوه. مين اللي بيخوفك؟ فتحة فندي، فتحي بيخوفني. فتحي بيخوفك؟ ليه؟ بيعمل لك ايه؟ بيضربني بالكرباج. بيضربك بالكرباج ليه؟ رجعني تاني، انا عاوز ارجع تاني. لا ما تخافيش، بس رد، فتحي كان بيضربك بالكرباج ليه؟ اتكلمي، ليه كان بيضربك بالكرباج؟ عشان ما افتنش عليه. تفتني عليه ليه؟ وعمل ايه؟ كان دايما يقول لي حط السم الرشدي في الشاي. ولما حطيت السم لرشدي بيه حصل ايه؟ مات. طيب وليه حطيت السم لرشدي بيه؟ هو مش كان جوزك؟ ايوه كان جوزي، لكن فتحي كان دايما يقول لي حط السم الرشدي في الشاي. ده ما كانش سم. طبعا ما كانش سم، والا كان رشدي بيه مات من زمان. امال كان ايه؟ كان مخدر. طب قولي ازاي عرفت تضحك عليها؟ انا ما ضحكتش عليها ابدا، هي اللي كانت. ايوه، وانا اللي جوزتها لك علشان فلوسك. عشان الفلوس تخون العيش والملح يا فتحي. تعض الايد اللي انقذتك وخلتك بني ادم. عشان الفلوس انا اعمل اي حاجة. وما كنتش خايف من نهايتك يا فتحي؟ نهايتي انا عارفها كويس، انا ما عملتش حاجة. كل اللي حصل ان انا استفدت من الموقف. هي اللي حطت المخدر في الشاي، كانت مترددة في الاول، لكن هي اللي ارتكبت الجريمة بإيدها. أنا هتأخر النهاردة يا امتثال، عندي اجتماع مهم جدا. هستناك على الغدا، مش هتغدى لحد ما تيجي. لا ما تستنينيش، لأن الاجتماع ده يمكن يمتد لحد الساعة 6. تحب تاكل حاجة مخصوص ولا زي ما هناكل؟ متهيألي لو تقولي لإبراهيم الطباخ يعمل لي شوربة خضار، لأن معدتي اليومين دول مش ولا بد. عن إذنك. مع السلامة. الله يسلمك. شفتي؟
شفت قد ايه المسألة بسيطة؟ فين إزازة الدواء؟ عندك في درج الشفونير. ودلوقتي هنعمل ايه؟ ابدا، هنستنى بقى نتيجة عملتك. عملتي؟ انت بسميها عملتي؟ مش وقت مناقشة دلوقتي، شغالين ملايين القصر. عبدو تعال كلم امتسال هاني. ايوه ست هاني. عبدو قول لابراهيم البيع عايز ياكل شوربه خضار النهارده. حاضر ست هاني. ده الفنجان اللي حطيت فيه البودرة؟ هايل يا امتسال، انت اعصابك كويسة قوي. اي رشدي بيه فريد مال كده؟ طيب انا جاي حالا. البقية في حياتك. رشدي مات. دلوقتي بقى هتيجي النيابة والبوليس وحيحققوا. المفروض انك انت تستخبي، ما تخافيش، انت هتستخبي عندنا هنا في القصر لغاية ما يهدى الموضوع. اتفضلي قومي يا امتسال. حضرتك تؤمر بأي حاجة؟ لا متشكر يا فتحي، مش عاوز حاجة. امتسال هانم بتسأل على سيادتك. امتسال؟
امتثال. لا انا كويس. سمع صوت الكروان؟ أنا ما رضيتش أسمع صوت الكروان لوحدي. هتسمعي معايا؟ هسمعه معاك على طول. طول العمر؟ طول العمر.